الخطوة الأولى إعداد المكونات. نحتاج زيت الزيتون، الزبدة المذوبة، الخل، ملون أصفر، ملحة، خميرة الحلوى، الزعفران، ماء الزهر، سكر، المسكة، القرفة، اليانسون، سمسم، طحين، واللوز. أولاً وضعوا السمسم في مقلاة على نار متوسطة وطهيوه بضع دقائق حتى يفقد الطعم الني. طحنوا السمسم حتى تحصلوا على عجين لين ومتماسك. وضعوا اللوز في فرن ساخن على 180 درجة لمدة 15 دقيقة. خليوا اللوز يبرد ووضعوه في طحانة كهربائية. مرة قلبوا خليط اللوز باش يتنشر في الخلاط. خلطوا لمدة 10 دقائق حتى يبدأ مسحوق اللوز يخرج الزيت طبيعية ويحول إلى زبدة اللوز ناعمة. وضعوا المسكة على مساحة مسطحة، ضيفوا شوية سكر واستعملوا قاع كاس لسحق المسكة حتى تحصلوا على مسحوق ناعم. في وعاء صغير خلطوا الزعفران مع ماء الزهر وخليوه ينقع لمدة 10 دقائق قبل الاستعمال. الخطوة الثانية تحضير العجين. في وعاء كبير جمعوا كل المكونات. أولاً غربلوا الطحين، ضيفوا مسحوق المسكة، القرفة المطحونة، اليانسون المطحون، الملون الأصفر، خميرة الحلوى، زبدة اللوز، معجون السمسم، زيت الزيتون والزبدة المذابة. مزجوا جميع المكونات باليد. صفيوا مزهر مع الزعفران وضيفوه، خلطوا وضيفوا الخل. ضيفوا الماء شيئا فشيئا وفي نفس الوقت مزجوا المكونات باليد. داوموا على مزج المكونات وانتم تضيفوا الماء حتى تحصلوا على كرة من العجين. وضعوا الكرة على مساحة مسطحة ودلكوها باليد لمدة 10 دقائق. يمكن لكم استخدام آلة العجين إذا كانت لديكم. بعد الدلك العجين يصبح لين. باش تعرفوا أن العجين جاهز ضغطوا بلطف على العجين أي يصبح مقعر ومن بعد يرتفع كما كان. قسموا العجين إلى 3 أجزاء. غطيوا العجين بغلاف بلاستيكي وخليهم يرتاحوا لمدة 20 دقيقة. الخطوة الثالثة تشكيل الشباكية. خذوا العجين ودلكوه إلى طبقة رقيقة بالمدلاك. قلبوا العجين إلى الوجه الآخر باش ما يلصقش وواصلوا الدلك. باستخدام قاطع المعجنات قطعوا العجينة إلى مربع كبير. زولوا الجوانب وقطعوا المربع إلى مستطيلات فيها سمك 7 سنتيمتر. قطعوا كل مستطيل إلى مربعات فيهم 7 سنتيمتر في 7 سنتيمتر أو ما يقرب حجم كف اليد. الآن قطعوا 4 الأشرطة في الوسط داخل المربع لتشكيل 5 أعمدة متساوية. لتشكيل الشباكية أولاً خذوا أعمدة 1، 3 و5 باستخدام أصبع السبابة، ثم باستخدام اليد الأخرى قرصوا الحافتين. زولوا أصبع السبابة من الأعمدة 3 وقلبوا الأعمدة 2 و4 لتأطير الأعمدة الأخرى وتحصلوا على شكل زهرة. وضعوا الزهرة على الطاولة وقرصوا الزوايا الخارجية. شوفوا معايا مرة أخرى. إذا كانت هذه العملية معقدة قطعوا المربعات صغيرة وجمعوا زاويتين متقابلتين باش تصنعوا شكل اسطواني. يمكن لكم أيضا تقطعوا شرائح طويلة وتلويهم لحصول على شكل آخر. خليوا الشباكية ترتاح 20 دقيقة قبل الطهي.
الخطوة الرابعة طهي الشباكية. عالية هاد الشباكية عندك مشبكة مزيان، تبارك الله عليك. عندي لك نصيحة واحدة، بعد ما نقليوها في الزيت جربيها في الفران، غتكون أحسن وأفضل بالنسبة للصحة ديالنا. كما قال سي نبيل في عود القالي، أنطهيو الشباكية في فرن ساخن على 180 درجة لمدة 30 دقيقة. الخطوة الخامسة، الخطوات الأخيرة. في حين الشباكية توجد، سخنوا العسل في كاسرولة، ضيفوا شوية مسحوق المسكة، وضع الشباكية الساخنة في العسل الدافي. زولوا العسل من النار وخليوا الشباكية تشرب العسل لمدة 5 دقائق. عليا ما تنساش تجدي الزنجلان على الشباكية من توجد، لأن فيه بزاف المكونات الغذائية المهمة للجسم ديالنا، وعلى رأسها الأوميغا 3. أوكي، أنزيد الجنجلان كتر. بصحة وراحة.